المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. عشية اجتماع لرؤساء أركان إكواس لبحث التحرك العسكري بالنيجر، الاتحاد الإفريقي يؤيد وروسيا تحذر. أرمينيا تتهم أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات إلى إقليم ناغورنو كاراباخ وتؤكد التزامها بأجندة السلام. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وشدد المركز الإعلامي على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لجميع المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة. استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة 6 وكأس مصر. كما استضاف بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة 6 كأس مصر، وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة، حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الأوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية، فضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة. وأسطبلات مجهزة لإيواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول. المكان ده يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها. المكان مش بيعمل على أرض الأراضي بتاعت الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس، بل إن هو كمان في فنادق متاحة ان الفرسان يقيموا فيها، بيعمل على راحة الفرسان والخيل. وزارة الداخلية مديها أحسن أداء من حيث الاراضي والتجهيزات، ومن حيث برضه الاسعافات، لان الاسعافات دايما جاهزه وفي دكتور دايما واقف معانا في الارض في اخر الارض. جوده الارض، احنا الحمد لله ده المكان ده من احسن الاماكن اللي في مصر، وبالعكس ان هو يعني هو مش في مصر بس، ده على مستوى العالم كمان، ان هو مجهز على اعلى مستوى، الاراضي مجهزه على اعلى مستوى، وبتدي الفرصه للفرسان انهم يادوا احسن ما عندهم. ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمرارا للنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعدا لاستضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا، وإسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة.
المكان طبعا مجهز على اعلى مستوى ان هو يستقبل كل النوادي انها تبقى موجوده هنا في النادي. الاراضي مجهزه، الاسطبلات على اعلى مستوى، الاراضي نفسها، الاراضي التسخين، اراضي المباراه، وطبعا ده كان واضح جدا لما استقبلنا تصفيات كاس العالم في شهر واحد. خدمات نفسها المكان كله بيكون على اعلى مستوى تمام، وكل الناس بتحاول تساعد يعني باعلى قدر ممكن ان هي تساعد بيه بحيث ان المكان البطوله نفسها تبقى خارجه بشكل لائق جدا. يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أي بطولة فروسية تقام على ملاعبه، إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي. تحرص القيادة السياسية دائماً على توجيه الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار، وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية. التضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير، هكذا يؤكد دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر أهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضحى من أجلها كل المصريين عبر التاريخ. وفي شهر أبريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي للجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الإفطار. وخلال كلمته في حفل الإفطار مع جنود وضباط سيناء شدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستدعم وتعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر. فأنا بقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها أكتر. صحيح، مش بس هنا، حتى في كل يعني في الغربية هنعمل كده، وفي الجنوبية هنعمل كده، في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال، لكن انا بأكده ان احنا كدولة هنأكد ونرسخ، ومش هقول نستعيد لان الدور موجود، لكن هنعززه اكتر من كده. وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية واعمار سيناء بالتلي الكبير في محافظة الإسماعيلية، حيث أكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة التنمية. وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا ان احنا النهارده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه، مش التنميه بس، الحياه، حياه الناس، لان ما فيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه، يعني لو الناس عايشه في مكان وما فيش فيه امان الناس ما تبقاش عايشه. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. احنا بقالنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده. كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار. بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني، احنا واحد. مش عايزه يعني انا ما يصحش اقول اهالي سيناء، لان انا ما بقولش اهالي الاقصر ولا اهالي اسوان، لكن ساعات لما بيكون عندهم بنقول كده، احنا واحد، احنا مصريين، ودي بلدنا ودي ارضنا، نخلي بالنا منها ونموت عشانها. فسلاما واكراما وعرفانا واعتزازا لاهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من اجل امن وامان مصر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني بعد تحية، ملف التنمية في سيناء يخطو خطوات كبيرة وواسعة بدأت تجني ثمارها بشكل كبير، من عكس أو من انعكس ذلك على أهالي سيناء بشكل خاص والدولة بشكل عام، قراءتك لملف التنمية في سيناء؟ وعلى مدى الحقيقه يعني ما تم انفاقه في سيناء ان
خلال 8 سنوات او 9 سنوات يفوق ما تم انفاقه منذ تحرير سيناء في عام 85. نعم. الحقيقه يعني بعد خروج الاحتلال فضل طبعا كان في جزء سياحه، جزء تنميه عاديه، لكن النهارده الحقيقه ما تم نوع من التنميه، محطات تنقيه مياه، اراضي اصلاح اراضي ما يقرب من 500,000 فدان، في طرق، في كمان الانفاق اللي ربطت سينا بالوادي والدلتا على طول القصه. نعم. يعني فده كل ده الحقيقه تاكيد لفكره انه امان سينا وامان مصر جزء منه اساسي هو تنميه سينا وتوطين المواطنين فيها بشكل تكون مدن قادره على الاستدامه والاستمرار، فكره توفير الميه، الزراعه، المدن السكنيه، زي ما قلنا شبكات الطرق، وفي تفكير تجاه انه يكون في قطار ايضا بيربط سينا بالوادي والدلتا اللي هو ما سبق ولاول مره ارتباط دائم بمجموعه انفاق، وما يعني نفق الشهيد احمد حمدي تم ازدواجه وافتتاحه بقى في نفقين، وفي 5 انفاق اخرى على طول القناه في بورسعيد، في الاسماعيليه، في السويس. فده طبعا تاكيد لفكره الاستمراريه والاستدامه في التنميه بالنسبه لسينا. وده زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، قال احنا هنشكركم بس مش هنشكركم بالكلام، هنشكر بانهم ازاي هم قدموا كل شيء من ايام الاحتلال. الحقيقه قدموا كتير جدا وفي ابطال كثيرين تم تكريمهم، لكن في مواجهه الارهاب الحقيقه احنا عارفين ان الارهاب فكك دول من حوالينا وهزم دول ورفع رايات سوداء، لم يحدث انه تم رفع رايات سوداء على سيناء، وابنائنا من الجيش والشرطه قدموا تضحيات مهمه جدا وحقيقيه. صحيح. وابناء سيناء ايضا الحقيقه كانوا يدا بيد مع القوات المسلحه والشرطه وحتى الان، وهذا مش زي الرئيس ما قال مش شكر ده حقه، وانه مش بنقول سيناء او الاقصر او اسوان، بنقول المصريين انهم مواطنين مصريين يقوموا بواجبهم الحقيقي، وبطولاتهم دي مسجله في تواريخ وفي اعمال توثيقيه كثيره يعني. نعم. نعم استاذ اكرم، حضرتك الحقيقه تحدثت عن نقطتين في منتهى الاهميه، النقطه الاولى مساله الاستدامه والاستمراريه، كيف يمكن ان نحافظ على هذه الاستدامه والاستمراريه في التنميه الشامله من خلال مختلف المشروعات التنمويه العملاقه التي تشهدها سيناء من جهه. النقطه الاخرى اللي حضرتك تحدثت عنها التوازن اللي حدث بالفعل واللي قدرت مصر ان هي تحققه بين ملفين في منتهى الاهميه، ملف مواجهه الارهاب، وفي نفس الوقت هذا الملف كان بيسير بالتوازي مع التنميه والمشروعات التنمويه، كل ذلك تحديدا كانت بتشهده سيناء وما زالت حتى الان. وفي التنميه والاستدامه الحقيقه فكره انه يبقى في مجتمعات زراعيه ومجتمعات صناعيه، في طاقه شمسيه، في محطات تنقية مياه، في محطات تحليه مياه ايضا. نعم. شفنا المحسمه ومحطات اخرى كثيره، وفي نقل المياه عبر اكثر من نفق بشكل معين، وطرق السلام وغيره، دي تنميه مستديمه. احنا عارفين ان السياحه برغم انها نشاط مهم جدا ومربح ومفيد جدا، وسينا كلها ثروات وفنون يعني انسانيه والطقس وغيره، لكن السياحه برضه نشاط لا يكفي وحده لان يكون هناك نشاط استدامه، لانه السياحه ترتبط باماكن معينه بسياحه، وحابين ان سياحه شاطئيه وغيره، بالاضافه الى السياحه الدينيه في سانت كاترين وجبل موسى وغيره، لان دي كانت مصدر الاديان يعني ومقدسه، وفيها جزء مقدس الوادي المقدس وغيره، ده يعني بيجذب مواطنين وسياح بشكل كبير. لكن كمان الحقيقه فكره الزراعه، الصناعه، الطاقه الشمسيه، المياه، كل ده مع المدن السكنيه بيوفر فرص عمل مستديمه، بيوفر مجتمعات مستديمه، عمل طوال العام، كل ده الحقيقه عاكس فكره التنميه المستديمه بشكل كبير. فكره الارهاب اعتقد ان مصر سجلت بشكل مهم جدا تجربه غير مسبوقه في العالم. صحيح. العربي وفي الدول حوالينا كثيره تفككت، لم يحدث هذا في مصر. والارهاب ده هو مش حرب نظاميه لكنه حرب خائنه او حرب بنسميها حرب الجرذان، لانهم بيغتابوا بالقوه. واهالي سينا دفعوا ثمن كبير جدا، لو شفنا في مسجد الروضه وفي غيره يعني مسلمين ومسيحيين
ومواطنين من كل الاتجاهات والاعمار، والارهاب اسود لا دين له ولا عقل ولا. وقدرت يعني مصر ان هي تنجح في مواجهه الارهاب بشكل كبير، اصبحت الحقيقه يعني مثل يحتذى به امام العالم كله، وخصوصا انه كان في مواجهه لملف الارهاب او كان في مواجهه للارهاب، وعلى الجانب الاخر ايضا وبالتوازي كانت هناك مشروعات تنمويه عملاقه بتشهدها سيناء حتى الان. استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه. حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا ومن المقرر أن يعقد رؤساء الأركان في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس اجتماعا في غانا غدا السبت. يأتي الاجتماع في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمتهم في أبوجا الخميس، والقاضي بنشر قوة الاحتياط التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة. في غضون ذلك أعلن الاتحاد الإفريقي تأييده لقرارات إكواس، داعيا المجتمع الدولي إلى حماية حياة رئيس النيجر في ظل تدهور ظروف احتجازه. بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات الإنجليزية إضرابا لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد. كثف الأطباء من تحركهم منذ أشهر ما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية، وكان آخر إضراب لهم في منتصف يوليو. وخسر هؤلاء الأطباء 26% من راتبهم منذ عام 2008 عندما تم فرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف. من جهته اعتبر وزير الصحة البريطاني أن الإضراب يؤدي فقط إلى الإضرار بالمرضى ويزيد الضغوط على الموظفين غير المضربين. اتهمت أرمينيا أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات إلى المناطق المأهولة بالأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، وتتهم يريفان منذ أشهر باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في ناغورنو كاراباخ. وأكدت أرمينيا أنها تواصل تأكيد التزامها بأجندة السلام، داعية باكو إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تهدف إلى إجهاض الفرصة التاريخية لإحلال السلام. أعلن رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن كييف بدأت مشاورات مع بريطانيا بهدف الحصول على ضمانات أمنية. شدد رئيس ديوان الرئاسة أن أوكرانيا تسعى لإبرام أول اتفاقية من هذا النوع بنهاية العام، وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات أمنية من بعض القوى منها الولايات المتحدة في انتظار انضمامها المأمول إلى حلف شمال الأطلنطي الذي تقوده واشنطن. تأتي المحادثات بشأن الضمانات الأمنية في إطار متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف شمال الأطلنطي الشهر الماضي في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد. وقال الرئيس الأوكراني إن هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب، مضيفا أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار. أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مبادرة مشروع نحو سكن صحي بيئي آمن للأسر الأولى بالرعاية والشباب المقبل على الزواج. يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية كفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. استهدف هذا المشروع تطوير مسكن 85 أسرة، ومخطط الوصول إلى 200 أسرة بنهاية شهر يونيو 2024. احنا هنا في إطار تنفيذ مشروع نحو سكن صحي بيئي آمن، بتقوم بتنفيذ المشروع دوت في الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون
مع جمعية حماية البيئة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف ان احنا نوصل لتحقيق سكن صحي كريم للاهالي في الموجوده في كفر شبين، الاسر اولى بالرعايه. بنحاول نوصل ان احنا تحسين حاله السكن، يبقى فيه خصوصيه داخل السكن بين الاب والام والاولاد، يكون في تطوير للبيت نفسه من الاحتياجات من محاره، سباكه، كهرباء، حاجه بتكون توفر بيئه صحيه، يبقى فيه وصلات ميه، صرف صحي. سمعت عن مشروع الاسكان دوت ان هم بيعملوا مشروع، يعني بنعمل كارد وبنقدم، فانا قدمت ان انا اعمل الشقه لابني والحمد لله نزلوا معانا شافوا الشقه وعملت المشروع دوت وصرمكت ودهنت وجبت سباكه وعملت الشقه كلها والحمد لله، عملت كل حاجه ووضبت الشقه كلها واقفه على النقاشه بس والوشين الاخرانيين، عملت كل حاجه فيها سيراميك وكله. قامت الأهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالعمل على تطوير مساكن الفئات الفقيرة الأولى بالرعاية بالمجتمعات الريفية داخل محافظة بني سويف يتمتعوا بسكن بيئي وصحي وملائم لحياة كريمة. وقامت الهيئة بالعمل داخل محافظة بني سويف ضمن برامج تطوير السكن، حيث تم خلال 3 سنوات تطوير 1003 منازل بتكلفة وصلت إلى نحو 15 مليون جنيه داخل 7 قرى بالمحافظة. احنا في بني سويف بنشتغل في 7 قرى، يمكن اكتر اسر محتاجه شغل اكتر ومحتاجه ان احنا ندعمهم اكتر بتبقى في الريف المصري. احنا شغالين في بنشتغل في 7 قرى في بني سويف. اخر 3 سنين عملنا 1003 بيت تقريبا ب 15 مليون. متوسط البيت بيدخل فيه من 18 ل 35 الف بناء على الشغل اللي احنا محتاجينه في البيت، سواء البيت محتاج محارة، محتاج تشطيبات، محتاج حد. احنا يمكن اكتر فئات بنشتغل معاها هي الشباب اللي هم مقبلين على الزواج. البيت كان واطي وجات الجماعة العيلة الانجيلية علوه وعقدوه لينا وصبوه، والسير كانت مغرقة الدنيا هنا، هم علوه واحنا قاعدين في استثنائي لحد ما يشطبوه لينا. بشكر الهيئة القبطية والتحالف الوطني ان هم ساعدوني في فترة زمنية قريبة جدا وانا شاب وكنت داخل على مشروع جواز، وفعلا كان شقتي ناقصاها حاجات، فعرفت ان الهيئة القبطية بتساعد الناس في الجواز والمشاريع مع الشباب، فتوجهت لهم فعلا، وفي اقرب وقت واقرب زمان فعلا الناس توجهوا تواصلوا معايا وجوني ووقفوا معايا وساعدوني في شقتي، والحمد لله بقى عندي شقة اهي وأسرة، والحمد لله على الوضع اللي احنا فيه. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الإفراج عن شحنة قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. عشية اجتماع لرؤساء أركان إكواس لبحث التحرك العسكري بالنيجر، الاتحاد الأفريقي يؤيد وروسيا تحذر. أرمينيا تتهم أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات إلى إقليم ناغورنو كاراباخ وتؤكد التزامها بأجندة السلام. وبختام العناوين نصل معكم إلى ختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم وزميل يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير ليلى. الحمد لله على السلام الأول من الأجازة. الله يسلمك ومنور التاسعة، مفتقدين وجودك على ديسك النشرة. لا إن شاء الله رجعت قريب على طول إن شاء الله، المسافة مش بعيدة. أيوة النهاردة زي ما أنتم عارفين طبعا الجمعة، معنا فقرات كتير متميزة، فقرات خفيفة، فقرات مثيرة في بعض الأحيان. أهم فقرة، الفقرة الرئيسية، الذكاء الاصطناعي، السلاح ذو الحدين اللي أصبح مثير للجدل من كام يوم في موضوعات تقمص أو خلق حسابات وهمية على الفيسبوك. الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده، هيكون معنا النهاردة إن شاء الله بخلاف فقرات كتير من العالمين ومن كل حتة في مصر إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقك. شكرا ليك ريهام، شكرا ليك ليلى، وشكرا لكل صناع التاسعة. لحظات مشاهدينا ونبدأ مع حضراتكم فقرات التاسعة.